السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوف من الذاكرة المصرية. ونحن نتحدث عن الذاكرة المصرية، نتحدث عن بعض العملات القديمة المصرية القديمة: الجنيه الورقي، القاهرة 31 أكتوبر 1971 عن البنك المركزي المصري، محافظ البنك المركزي أحمد زيزو. هذا هو وجه العملة، الجنيه المصري القديم. أما عن ظهر العملة كما نشاهد، هذا عام 1971. أما عام 1967 جنيه مصري واحد، القاهرة في 20 فبراير 1967 عن البنك المركزي المصري جنيه مصري واحد. وجه العملة. أما عن ظهر العملة، فكما نشاهد جنيه مصري واحد، العشرة قروش المصرية، عشرة قروش ورقية. وجه العملة، ظهر العملة، عشرة قروش ورقية. الخمسة قروش، وزير المالية مدحت حسنين.